فاض كأس التحمل في طرابلس فكان الغضب. أنتوا يا شعب طرابلسي، أنتوا يا شعب لبنان، ما عادش تحطوا براسكم رئيس ولا وزير ولا نائب، عيشوا لحالكم، عيشوا لحالكم. بلا فرد بلا مفتاح بموتوا بالجوع ولا كرامة تنزل لقلهم. تعبت صرخات الناس من التعبير في ساحاتها. يا جميعين الأموال أيامكم معدودة، المال بيغدل والراتة والجسد بتاكل الدودة. الأحداث تسير على صفيح ساخن تشظى في كل مكان. حرقوا الدنيا من الجوع والتعتير، حرام عليك يا ميشيل عون، حرام عليك بقى لك قول في الله في عالم ميت الجوع. هذه الشابة لم تأبه لشيء، تقول إن ليس أمامها ما تخسره، تصب جام غضبها على واجهة هذا المصرف. تحرق المصارف ويتصاعد دخانها ونارها، وفي الشوارع يتواجه الناس مع الجيش اللبناني. كل النواب والسياسيين اللي موجودين بطرابلس تركوا أهلا لقدرهم. العالم كتير فقيرة، العالم كتير جيعانة، العالم ما بقى في عنده شيء تاكلوا، بأبسط شيء خبز ما في عنده ربطة خبز بقلب البيت حتى ياكلوها، العالم ما بقى قادرة تتحمل. فاطمة السمان خسرت شقيقها في المواجهات الأخيرة في طرابلس، تماسكت وحبست دموعها وعادت لاستكمال نشاطها ضد منظومة سياسية ومصرفية. فواز مات وكان ممكن يموت غيره آلاف الناس، آلاف الشباب والصبايا اللي عم بينزلوا من 17 تشرين لليوم عم بيهتفوا، اللي عم بيقول إنه هولي ناس طايشين هو غلطان. هالناس واعية عم بتراكم وعيها يوم بعد يوم، وهيدا الوعي رح يوصل لمحل إنه فعلا نحن نقدر نعيش مثل ما نحن بدنا، مش مثل ما هن فارضين علينا هيدا الحياة. رغم أنها أكبر المدن اللبنانية، فإنها الأكثر حرماناً على طول الخريطة اللبنانية وعرضها. إنها يوميات الجوع في عاصمة الشمال، يوميات تغيب عن المسؤولين السياسيين في دولة انزلقت إلى انهيار اقتصادي محتوم وإلى انفجار اجتماعي لن يرحم أحده. سلمان عندار، سكاي نيوز عربية، من مدينة طرابلس شمال لبنان.